السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنان الذي أكرمنا بالقرآن وجعله ربيعا لقلوب أهل البصائر والفرقان، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الذي خير الأنام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. أصحاب السعادة والفضيلة، إخواني الطلبة، وقفت أمامكم ليتحدث بإذن الله تعالى ومشيئته حديثاً إلى حضراتكم في هذه اللقاء المبارك الطيبة عن معجزة الرسول الخالدة، وهي القرآن الكريم كتاب الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أيها الكرام، القرآن العظيم لهذه الأمة الإسلامية، وهي أيقنت بكتاب الله تعالى لفظاً وفهماً وعملاً وتطبيقاً، ارتقى بها إلى أوج الأولى، كما كان الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنهم لم يكن القرآن محفوظاً عندهم في الصدور، بل كان مكنوناً في الصدور ومحفوظاً في الأخلاق والأعمال. يسير أحدهم في الأرض وهو يحمل أخلاق القرآن وأدابه ومبادئه، لأنهم مستيقنون أنه من أعرضوا عن هذه الكتاب ضلوا وضاعوا وداعوا وأصبحوا شر البرية بينما هم خير البرية. لأن الله تبارك وتعالى قال: أفلا يتدبرون القرآن، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي فضيلة القرآن حديث في صحيح مسلم يروي أبو أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وختاما، أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القرآن فيتبعون، وأن يجعلنا من أهل القرآن والسنة، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.